الخير على كل جماهير المصريه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، عضاها الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ان شاء الله كده باذن الله الناس بس ما تقلش شويه في الاكل، تخف على نفسها الاكل شويه عشان احنا عارفين اللحمه تزيد شويه في عيد الاضحى. ربنا يكرمكم ويسعدكم كده ويكرمنا، ونبدا حلقتنا النهارده او نبدا الفقره بتاعتنا النهارده بالاخبار المعتاده، اخبار فرق النادي الاهلي واستعداداتها عن الموسم الجديد 2018 2019، ونبدا بالكره الطايره. الكره الطايره سيدات موسم من ذهب وموسم تاريخي لابطال كره الطايره سيدات في النادي الاهلي بقياده الكابتن حمدي الصافي نجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي لفريق السيدات، بيستعدوا للموسم الجديد على قدم وساق، استعدادات كثيره جدا 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 بتدريبات بالاحمال اللي بيستعدوا بيها في الملعب في الجيم. يعني كابتن حمدي صافي تاريخ كبير وحاجه كبيره بالنسبه لنا في النادي الاهلي، وعنده اصابتين يعني من العيار الثقيل، رباط صليب الاثنين كابتن نور ياسين والكابتن دانا شوقي، وبداوا فترات التاهيل. عايزين نخرج لكابتن حمدي الصافي ويكون متواجد معانا ونساله عن اخبار ايه لكره الطايره سيدات. مساء الخير يا كابتن حمدي. مساء الخير يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كل سنه وانت طيب طبعا. وانت طيب؟ النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بخير ودايما بطولات باذن الله. يا رب يا كابتن حمدي، موسم تاريخي لسيدات النادي الاهلي السنه اللي فاتت بقياده حضرتك، ومواسم كتيره لكن كان موسم مش هنقول استثنائي، ده اللي متعودينه من كره الطايره سيدات بقياده نجم كبير زي كابتن حمدي الصافي. الله يخليك يا كابتن خالد، شكرا جدا. احنا طبعا السنه اللي فاتت كان موسم قوي جدا لكره الطايره سيدات، وبنامل ان شاء الله باذن الله ان السنه دي برضه يبقى موسم موفق. عندنا بطوله عربيه، بطوله افريقيه، الاتحاد الافريقي استحدث بطوله جديده السوبر الافريقي، فهيبقى موسم مليء بالبطولات باذن الله. بس يا كابتن حمدي، الموسم لما بدا مع كابتن حمدي الصافي يعني نقول مش مظبوط شويه، يعني بدأ بإصابة اثنين من أعمدة الفريق، الكابتن نور ياسين والكابتن دانا شوقي، تقول إيه؟ الحقيقة طبعًا خسارة كبيرة الاثنين من العناصر الشابة والعناصر القوية جدًا، ومن الأوراق اللي كنا بنستخدمها في تغيير مجرى كثير من المباريات، يعني كانت أوراق رابحة موجودة معايا على طول، بستخدمها في أوقات صعبة جدًا في خلال البطولات والمسابقات والمباريات، ولكن بنقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنشتغل على اللي موجود معانا وباذن الله نقدر نعوض غيابه. لكن يا كابتن حمدي، الاصابات دي ما حصلتش في النادي الاهلي، حصلت في منتخب مصر، يعني انت كده متضرر من اللاعبين او تواجدهم هناك، او ايه اللي حصل؟ يعني احكي لنا بالظبط الاصابات دي حصلت ازاي؟ والله هما الاثنين لعيبه متواجدين في معسكر منتخب مصر للشباب. الحقيقه الاصابتين حاجه غريبه جدا، حصلوا في ثلاث ايام، يعني اصابه نور ياسين بعدها بثلاث ايام بالظبط حصلت اصابه دانا. كانت حاجة غريبة جدا و يعني ما حصلتش قبل كده، ولكن بنقول الحمد لله في الآخر ده قدر ربنا، واحنا هنتعامل مع الظروف اللي موجودة، وبإذن الله بإذن الله الأوراق اللي موجودة معانا تقدر تسد ونحقق مزيد الإنجازات للنادي الأهلي. نور ودانا عملوا العمليات بتاعتهم يا كابتن حمدي؟ اه الحمد لله الاثنين عملوا العمليات بتاعتهم مع الدكتور الشيوي. الحمد لله العمليات ناجحه جدا، تابعنا مع الدكتور وكان مبسوط جدا من العمليتين، وهم الاثنين تقريبا ابتدوا العلاج الطبيعي بتاعهم، وان شاء الله من يعني خلال اربع خمس اشهر يبقوا متواجدين معانا باذن الله. يعني هل ممكن يلحقوا السيزون ده يا كابتن حمدي في اواخره مثلا، في اواخر في الفاينل وحاجات زي كده؟ والله انا بامل ان الاثنين يبقوا متواجدين معايا في البطوله الافريقيه السنه الجايه في مارس باذن الله، وربنا يسهل. يعني هم عندهم امل كبير وشغالين بروح عاليه جدا، وانا متابعهم على طول في التليفون. وان شاء الله باذن الله يبقوا يلحقوا البطوله الافريقيه، يبقى انجاز كويس لينا. كابتن حمدي الصافي، في اخر لقائنا معاك وفي اخر حديثنا معاك بنقولك شد حيلك، متعودين منك بطولات، متعودين منك ميداليات، متعودين منك انجازات كلاعب كمدير فني، الناس مش هترضى يا كابتن حمدي غير ان شاء الله بالمركز الاول اللي انت عودتنا عليه. ان شاء الله باذن الله، احنا شغالين كويس جدا السنه دي من اول السيزون، فتره اعداد قويه جدا، ان شاء الله نبتدي الجزء الثاني من فتره الاعداد اللي هتخلي له كذا مباراه وديه باذن الله. كابتن حمدي، احنا فترات الاعداد بعد عيد الاضحى، المباريات الوديه اخبارنا ايه؟ والله احنا هنجهز كام مباراه كده متدرجه في المستوى، بحيث ان احنا نبقى نقف على جاهزيه كل اللاعبات ومدى استفادتهم من فتره الاعداد الاولى،
ونحاول نشوف المراكز اللي عندنا ونحاول نسد النقص اللي هو في الإصابات اللي حصلت، بحيث إن إحنا بإذن الله نبقى جاهزين لكل الظروف في الفترة الجاية. البطولة العربية هتمثل إيه للنادي الأهلي؟ هتضيف إيه للنادي الأهلي في البطولة اللي جاية؟ والله إحنا أنت عارف حضرتك إحنا الحمد لله الأبطال السابقين في آخر نسختين. تمام. بنتمنى إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نحقق الثلاثية، يبقى ثالث مرة على التوالي، يبقى إنجاز للنادي الأهلي، إنجاز تاريخي بحسب للأرقام القياسية بتاعة النادي الأهلي في الكرة الطايرة سواء على السيدات أو الرجال. وباذن الله احنا شغالين من دلوقتي، لان هي مش هتبقى بطوله سهله، لان كل المؤشرات بتقول ان هي هتبقى بطوله قويه داخل نادي الصفاقس التونسي على ارضه وداخل نادي قرطاج، والفريقين اقوياء جدا ومدعمين صفوفهم بلاعبات محترفه. بس باذن الله ان شاء الله احنا يعني لاعبات الاهلي قادرات ان هم باذن الله يحرزوا اللقب المره الثانيه على الدوري باذن الله. دي روح كابتن حمدي الصافي، لكن هنسيبك بقى من فرق السيدات، وانا عارف حضرتك مسؤول عن الجهاز ككل، اخبار الناشئات ايه؟ طمنا، قول لنا الفرق الناشئات عندنا اخبارها ايه؟ والله احنا شغالين كويس قوي في قطاع الناشئات، خاصه في السن الصغير في الثمانيه والعشره والاثناشر. طبعا اضافه اللي جالنا اضافه قويه الكابتن نور عطيه في مدير جهاز الناشئات، وانا عامل معاه شغل كويس جدا وفي كونتاكت بينا، بحيث ان احنا السن دوت لازم نهتم بيه ونطلع اجيال جديده للنادي الاهلي عشان عجله البطولات ما تقفش. احنا السنه دي يمكن استحدثنا حاجه جديده ان احنا اخترنا الفرق كلها، وكمان اضفنا عناصر خارج الفرق، عمل بيبقى اسمها فرقتي، بيتم استعانه بيها السنه دي تجهيز للمواسم القادمه. وطبعا احنا بحاولنا ان احنا الاولاد دولت نجهزهم ونشارك بيهم في اكبر قدر من المباريات الوديه والبطولات الوديه عشان نجهزهم للموسم ده والموسم الجاي. عندنا ان شاء الله بطوله الظهور الوديه فرق الثمانيه والعشره والاثناشر بعد العيد ان شاء الله هيشاركوا فيها. كابتن حمدي، عايز اوقفك عند حاجه مهمه قوي، وهي او فريق الثمان سنين بالذات، واول تجربه في النادي الاهلي نجمات اتنين من نجوم النادي الاهلي، يسرى عبد الكريم، ساره طلعت. رايك ايه في التجربه دي؟ الحقيقه تجربه يمكن كل الانديه كانت يعني بصت لها باستعجاب، لان اول مره فرقه 8 سنين اتحط لها اثنين مدربين واثنين اسماء قويه جدا على مستوى الكره الطايره السيدات. الحقيقه انا كنت متابعهم الفتره اللي فاتت وكنت عاوز اشوف التجربه هتقف ثمارها ولا لا. انا الحقيقه متابعهم من فتره، شايف مدى الجهد المبذول ومدى استفادت الاولاد من خبرات النجمات دول، وشفت التطور اللي طرأ على مستوى اللاعبات الصغيرين دول رغم الفتره القصيره اللي هم العمر التدريبي بتاعهم. ولكن انا شايف ان التجربه مثمره جدا، وان شاء الله باذن الله يعني هيطلع لنا اجيال قويه في الفتره القادمه باذن الله. يعني احنا بنقول كده لجماهير النادي الاهلي، ما تقلقوش، عندنا ابطال او بطلات طالعين في السن الصغير عن طريق نجمات زي كابتن يسرى عبد الكريم وكابتن ساره طلعت. كابتن حمدي الصافي، بنشكرك شكرا جزيلا، وتكون معانا دايما نتابع فريق الكره الطايره السيدات. شكرا كابتن حمدي. نروح للخبر الثاني، وهو خبر نطلع بقى من الفرق النادي ونروح لخبر ذوي الاحتياجات الخاصه. مجهود كبير، مجهود جبار بيبذله كابتن عجمي محمد المسؤول عن قطاع ذوي الاحتياجات الخاصه. قطاع في النادي مهم جدا، الناس بيحققوا ميداليات في الكاراتيه، حققوا لسه من فتره في بطوله الجمهوريه 16 ميداليه، والنهارده بيحققوا 53 ميداليه في البطوله الوطنيه للاولمبيات اللي هي بتؤهل لبطوله العالميه بالامارات 2019. بيتحققوا كام؟ 53 ميداليه، 24 ذهب، 18 فضه، 11 برونز. هنقف كتير عند الارقام دي لان فعلا ولادنا في النادي واولياء امورهم تعبانين جدا، والجهاز بقياده الكابتن عجمي محمد لازم نقول ونشكره، ونقول ان فعلا يعني بنشكرك جدا جدا على المجهود المبذول، بنشكر كل اولياء الامور على المجهود المبذول، وبنشكر ابطالنا اللي حققوا لنا 53 ميداليه في بطوله السباحه. هنروح لثالث خبر، وبرضه هنتكلم عن السباحه شويه وكاس الاتحاد. بطوله لاول مره تقام في اتحاد السباحه، هي البطوله اختيار اسرع سباح. ده ليه؟ لاهتمام بيهم من الصغر. البطوله من مرحله 10 ل 15 سنه. البطوله بتقام في مجمع حمامات السباحه من 29 ل 16 سبتمبر. بطوله مستحدثه جديده لاتحاد السباحه. هنخرج تقرير هنشوف فيه كابتن وائل عزت رئيس جهاز كره العاب الميه في النادي الاهلي، وكابتن عمرو ممدوح المدير الاداري لفريق العاب الماء،
ونرجع بعد التقرير نستقبل ضيفنا الكبير كابتن أشرف عبد الفتاح المدير الفني لفرق التنس طاولة بالنادي الأهلي، وإنجازات وأرقام وتاريخ كبير مع لاعبين محترفات ومحترفين. هنشوف كل حاجة عن فرق التنس طاولة مع كابتن أشرف عبد الفتاح. هنخرج التقرير وترجعوا لنا مرة تانية. احنا الحمد لله السنه دي كنا اول بطوله نلعبها بطوله القاهره، الحمد لله كسبنا كل المراحل ما عدا مرحله 2006 اولاد و2005 اولاد وبنات. موعد النادي الاهلي وموعد متابعينا واعضائنا ان احنا ان شاء الله المرحلتين دول تحديدا ان احنا نكسبهم في بطوله الجمهوريه اللي جايه ان شاء الله بمشيئه الله. الحمد لله حققنا ارقام قياسيه كتيره. كان ميشو ده سباح قوي جدا، عمل رقم قياسي جديد. عندنا عمر عيسى عمل رقم قياسي جديد. عندنا علي خلف الله. عندنا منظومه كبيره، انت عارف حضرتك كل السباحين الحمد لله الحمد لله عملوا نتيجه كويسه. وعندنا بطوله كاس مصر ان شاء الله وبطوله الجمهوريه ان شاء الله بنوعد بالمزيد والانجازات القادمه ان شاء الله. احنا في صدد تنظيم بطوله عربيه لكره المياه، كانت اخر بطوله السنه اللي فاتت كانت في نادي هليوبس، واللي قبلها كانت في السعوديه. في منافسه كبيره بيننا وبين السعوديه وبين وتونس عشان استضافه البطوله. ان شاء الله نحوز على استضافتها ان شاء الله بمشيئه الله. دي هتبقى في شهر 11 اخر 11. في بطوله دوليه للسباحه في المانيا ان شاء الله بمشيئه الله او اليونان. في بطوله غطس دوليه، في بطوله باليه. عندنا كمان الباليه بالمناسبه عندنا اربع بنات في بطوله العالم دلوقتي. في ثلاث بنات منتخب 18 سنه، في ثلاث بنات منتخب 15 سنه. عندنا سبع اولاد في الغطس طالعين ان شاء الله بطوله البحر الابيض. عندنا اربع اولاد ان شاء الله في بطوله العالم لكره المايه الناشئين سافرين المجر 11/8. عندنا منتخب مصر عندنا في السباحه دوره الالعاب الافريقيه في الجزائر، في اربع سباحين طالعين من النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله عندنا منظومه كبيره. بنحاول احنا الدعامه الاساسيه لمنتخب مصر، بنحاول نكون على المستوى المطلوب والمشرف اللي النادي الاهلي بنطبح اليه على طول. الحمد لله احنا ابتدينا الموسم ده بعد ما خلصنا الموسم اللي فات، يعني نتائج الى حد ما مرضيه بالنسبه للشغل اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. بادين الموسم ده ان شاء الله بفكره، يعني ان شاء الله نحسبه ان هو يبقى جديد ان شاء الله، ويضيف لينا ويضيف للنادي الاهلي ويضيف للعيبه، وان شاء الله يبقى في مردود لي اخر الموسم ان شاء الله. المدربين دي العنصر الاساسي بتاعنا في اللعبه. تم اختيارهم الحمد لله بعد دراسة كبيرة وبعناية. بنحاول ان شاء الله ان احنا مع كابتن محمود حسن مدير الجهاز ان هو يوصل لهم كل ما هو جديد من خلال ورش عمل، من خلال محاضرات، من خلال فيديوهات، من خلال طرق لعب جديدة، بحيث ان هم يوصلوها للعيبة. الموسم اللي فات الحمد لله كان موسم قوي. خدنا مرحلة 2000 وكل المراحل الحمد لله لاعبين فيها فاينل. من أبطال السباحة وأبطال من ذهب لأبطال برضو من ذهب، ومدير فني قدير ومدير فني كبير ولاعب وتاريخ كبير في النادي الأهلي، معانا ومعاكم الكابتن أشرف عبد الفتاح المدير الفني لفرق النادي الأهلي للتنس طاولة. مساء الخير يا كابتن أشرف. أهلا بيك يا كابتن خالد. أخبارك إيه؟ شاكرين على المقدمة الجميلة دي. إزاي يا كابتن؟ ده يعني تاريخ كبير. ربنا يخليك. هروح بس الحقيقة كده، عارف أنت لازم نسأل السؤال ده، كابتن أشرف عبد الفتاح دخل ملعب تنس طاولة إزاي؟ واحد معرفة والدي كان في اتحاد تنس طاولة. كويس. فدخلت انا واخويا. كويس. انا كملت وهو ما كملش. هو كبير؟ هو كبير. هو كبير وكملت بقى وخلاص وتدرج. انا كملت وعشت حياتي. ده ايام ما كان صالة راتب، هي كان صالة راتب. صح؟ بالظبط. كان ملعب جميل. كنت وعم علي وعم حافظ. بالظبط. رحمة الله على كل الناس. ربنا يرحمه. طب كابتن اشرف هنخش بقى في الحديث الكبير. اتفضل. عندنا ابطال كتير وتنس طاولة وارقام وتواريخ واستحواذ على بطولات العربية والافريقية وبطولات دوري وعام، بقالنا كام سنة في القصة دي؟
اتعملت في قد ايه المنظومه دي؟ هو طبعا احنا بقى لنا فوق ال 10 15 سنه بتتكون المنظومه واعتماد كلي على ناشئين ولاد النادي الاهلي. كسبنا انديه عربيه كتير، انا بس الذاكره ممكن ما تسعفنيش ما شاء الله، اللهم لك الحمد لله. يعني طبعا انديه افريقيه احنا واخدين اخر لقبين، ولاد وبنات ما شاء الله، رجال وسيدات، والدوري الممتاز ما بين 9 و10 سنين على التوالي. تمام الحمد لله. يعني ارقام كتيره بتودينا ازاي نقدر نعمل المنظومه دي. يعني عملنا المنظومه دي في 10 15 سنه، عايزين نخش في تفاصيل شويه عمل المنظومه، بمعنى ان احنا اخذنا اولاد النادي وبدانا نعمل ايه. هو طبعا بدا المنظومه دي الدكتور رفيق الله يرحمه، الدكتور رفيق المشرف هو اللي كان بدا معانا احنا واحنا صغيرين. بالظبط، عايزين نجيب التاريخ. ايوه بالظبط، بدا معانا واحنا صغيرين مع اولاد النادي وكوننا فرقه، وممكن يكون في البدايه ما كسبناش، انما مجرد ما لقطنا الخيط بتاع المكسب ما رجعناش. هو ده النادي الاهلي. بالظبط، هو ده النادي الاهلي. وبدانا بقى نخش وبدا يبقى عندك لعيبه كبيره، واستكملنا بعد كده بعد الدكتور رفيق مشرف جه الدكتور علاء مشرف كمل استكمل المسيره لغايه ما راح مسك بقى رئيس اتحاد مصر للتنس الطاوله، وبعد كده انا خدت اخذنا المسيره، وبدانا نفرز ابطال عندنا كتير واسماء كتير في عالم الدخيل. قول لنا كده الابطال اللي عندنا واسمائهم. طبعا نبتدي بالرجال، كابتن سيد لاشين تاريخ طبعا معانا عندنا في ما شاء الله الاهلي، بصراحه وخالد عصر، محمد البيلي، عمر بدير، محمود فتحي، الجداد بقى دلوقتي محمود فتحي، علي غلاب بطل مصر 21، ومحمود اشرف حلمي، وفي بقى اصغر مع ادهم وليد والبرهامي ومروان عبد الوهاب. و قول لي الاسماء كتيرة. وغير البنات، غير البنات طبعا، البنات طبعا نمره واحد والنجمه بتاعتنا دينا مشرف لسه كسبانه بطوله البحر الابيض المتوسط ميداليه ذهب لاول مره في تاريخ بنات مصر. يعني دي اول ميداليه ذهب في تاريخ مصر، سيدات مصر في العصر الحديث. دينا مشرف. دينا مشرف ما شاء الله. وكان عندنا او يعني ان شاء الله نتمنى ان هي ترجع نادين الدولاتلي، بس هي الظروف الزواج الظروف الزواج والحمل هي بعدت عننا السنه اللي فاتت، انما ان شاء الله ترجع تاني. وعندنا بقى يسرى اشرف حلمي، اميره يسري، مروه ومريم الهضيبي توام، فجر شومان. هو سؤال انت الاسماء دي عشان انا عارفها وكنت جوه النادي، فاغلب اللعيبه ابهاتهم او الاسر يعني بعض منهم اغلبهم ليه؟ احس ان هي عائليه شويه. هو المدرب بيسعى ان هو يدخل ولاده في المجال اللي هو يفهم فيه ويعرف فيه، فاهم؟ انما انا بصراحه واحد من الناس مثلا ما فضلتش ان ولادي ما دخلتش ولادك خالص. طب قول لي يا كابتن، مستعد للموسم الجديد ازاي؟ احنا بدانا الموسم الجديد في شهر 6، طبعا كان عندنا هدف اولاني بطولة الجمهورية، بس لظروف ما بطولة الجمهورية تأجلت. لعبنا بطولة القاهرة في أول 7 رجال وسيدات، بطولة القاهرة فرق. احنا في عندنا بطولات فرق وبطولات للفردي. فردي بالظبط. نتكلم على الفرق المادية. الفرق بيمثل النادي الأهلي. كويس. الفردي بيمثل اسمه بس طبعًا تحت مظلة النادي الأهلي. طب خلينا في الفرق اللي تمثل النادي الأهلي. أوكي. بطولة الفرق اللي هي كانت في أول 7. كويس. لعبنا رجال وسيدات. الحمد لله كسبنا وطلعنا المركز الاول. تمام. كنا بنستعد للخطوه اللي بعديها بطوله الجمهوريه فردي، بس فردي. لسبب ما تاجلت يعني لاقامه معسكر منتخب مصر. ودلوقتي احنا ان شاء الله بعد العيد طالعين الصين نلعب بطوله الصين دوليه في مدينه اسمها انشان هناك. فمدينه انشان والصين ودوله كبيره، وعندنا خبير صيني اللي هو زانج شاولينج. مظبوط كده، بس اسمه صعب عليا شويه. زانج شاولينج، قولي ايه الاضافه اللي اضافها، مع ان حضرتك كنت قبل الهوا بتقول لي ان هو كان موجود وخرج منتخب مصر ورجع مره ثانيه. هو الخبير زانج كان عندنا في الاهلي من 4 5 سنين. أيه. وكنا ماشيين مسيره كانت كويسه واستكمالا يعني لنجاحات سابقه، وفضل ان هو يروح يمرن المنتخب. رغم ان احنا نصحناه كتير انه يكمل معانا ويستكمل المسيره معانا، هو فضل ان هو يروح يمرن المنتخب، وبعد كده السنه دي رجع تاني. كويس. لسه هو جاي من كام يوم، فان شاء الله نامل ان هو
هو السؤال اللي لازم اقوله، ما هي لعيبه الاهلي هي لعيبه المنتخب، احنا الغالبيه عندنا 90% اللي راح يعني، هو فاهم قصدي يعني، هو هيمرنهم في صاله الاهلي ممكن زي ما هيمرنهم بره، ممكن يعني طموح المدرب ان هو يمرن منتخب بلد اسم بالظبط كده ويظهر معاهم في البطولات الدوليه ويحضر مع منتخب مصر حاجه تضيف ليه طبعا اكيد. بطوله انشن الدوليه اللي مجلس الاداره وافق عليها، مين مسافر فيها وهنعمل ايه هناك مع دوله كبيره زي الصين؟ ولكن ازاي يا كابتن عشان معلش، الدعوه الاول جت عن طريق المدرب الصيني يعني، هو كان هناك اجازه سنويه، ادي اول اضافه، كان اجازه سنويه وقدر ان هو يعمل لنا استضافه كامله كويس هناك لثلاث لعيبه ومدرب، ثلاث لعيبه ومدرب بالظبط. مين اللعيبه المسافره عندنا؟ سيد لاشين كويس، وعمر بدير ما شاء الله، محمود فتحي كويس. ومع العلم بس حاجه ان باقي لعيبه الاهلي مشتركين مع منتخب مصر في نفس الميعاد في بطوله افريقيا في مرشد في نفس الوقت، في نفس الوقت. هو احنا اولادنا متوزعين بره الحمد لله يعني، احنا قادرين يعني الحمد لله. طب قول لي، قول لي الصين ودوله كبيره قوي في التنس طاوله بيمتعونا، المشاركه دي هتكون عباره عن ايه؟ ايه اللي يهم اللعيب يعني؟ انا شايف ان في فرق كبير، مع احترامي طبعا كل اللعيبه اللي عندنا، في فرق كبير بيننا وبين الصين. هو المشاركه في البطولات الدوليه عموما والاحتكاك حاجه مطلوبه ومهمه ويعني البطوله دي انا رحتها، مش رحتها انا، البلد دي رحتها من سنه 82 لاعب كويس. اول مره اعرف نحضر بطوله زي دي، فمش عارف النظام هيبقى ايه. انما الاحتكاك واللعب مع المستويات العاليه فايده لينا، ترجع لنا طبعا. هتوديني في طريق تاني واقول لك ان كل لاعبتنا او اغلبهم منهم دينا مشرف او سيد لاشين او البيلي او خالد عصر، كل دول محترفين بره. محترفين فين؟ كلهم كلهم. سيد لاشين محترف في تركيا كويس، البيلي محترف في تركيا، هايل، خالد عصر في الدنمارك تمام، محمود اشرف حلمي في المانيا، هايل، دينا مشرف في اليونان، السنه دي اول مره تحترف في اليونان، اول مره. بس ما عندنا ده قوانين الاتحاد الدولي عند حضرتك بتسمح ان احنا يقدروا يلعبوا في كذا مكان؟ قوانين الاتحاد الدولي تسمح، تسمح حتى ان طبعا معلوماتي ان ممكن اللعيب يحترف في كل قاره في نادي يعني يلعب في خمس انديه في نفس الوقت، بس بشرط انه مش في نفس القاره، مش في نفس القاره. كابتن انا حضرتك قلت لي ان اللعيبه دي بتطلع بسافر 3 4 ايام ويرجعوا مره ثانيه للنادي الاهلي بالزبط. يعني النادي الاهلي هو الاساس عندهم اكيد تدريبات. طبعا طبعا يعني تدريباتهم جوه صاله تنس طاوله كامله طول السنه، طول السنه هو بس بيطلعوا يلعبوا خميس جمعه سبت ويرجعوا بس كده 3 ايام. كابتن بيكسبوا ايه من ورا ده؟ معلش يعني يعني هل هما احنا خبره؟ هل فلوس؟ هل ايه؟ طبعا خبره واحتكاك فني وحاجات فنيه بتزيد عليهم وماديا برضه. وماديا ماديا. طب لو اتكلمنا عن البطولات العربيه ومكسبنا للبطولات العربيه، وانا عارف البطولات العربيه اعتقد هي الاقوى من افريقيا بسبب ان في بلاد عربيه بتجيب محترفين، فقول لي يعني اشرح لنا الموضوع شكله ازاي؟ طبعا البطولة الأندية العربية الاتحاد العربي من 10 سنين أو أكثر قرر أنه يسمح للعيب أجنبي يشارك مع أي فريق العربي. فكل الدول الخليج بتجيب لعيب محترف، وأوقات بيوصل أن كان جالنا لعيب مرة ترتيبه من 5 الأوائل على العالم، حتى كان الكابتن خطيب معنا في في بطولة 2020 ديت 2010 في لبنان. كابتن خطيب كان رئيس البعثة، هو كان رئيس البعثة وشاف المنظر وشاف قوة اللعيب كان عامل ازاي. وكان فعلا كان لعيب جامد جدا. وربنا كرمنا، ربنا اكرمنا وكسبنا، وكسبنا البطولة. كسبنا البطولة. يعني احنا دايما متصدرين للبطولات العربية بالزبط. سيدات ورجال بالظبط. قول لي يا كابتن، هو يعني ايه ترتيب اللعيبة؟ عايزين نفهم جمهور الاهلي ترتيب اللعيبة او مقياس اللاعب كفردي بره بطولات الفرق، لان انا عارف احنا ما شاء الله الفرق يعني ماشيين كويس قوي. عايزين نقول يعني ايه ترتيب اللعيبه؟ البطولات المحليه اللي هي الفردي تمام، بيثبت عليها ترتيب اللعيب الرانكينج بتاعه داخل مصر اللي هو بناء عليه بيتاخد في المنتخب او لا. فبناء على نتائجه في البطولات الفرديه بيتحدد ترتيبه في مصر كويس، وبناء عليه بيتم اخده في المنتخب او لا. طب سؤال مهم بس، انا لعيب هندول كان يختاروا اربع خمس لعيبه يقولوا دول يروحوا منتخب مصر، هل الترتيب هو العامل الاساسي لدخول لعيبه تنس طاوله لمنتخب مصر ولا يقدر 80%؟
80% 80% يكون الرانكينج بتاعه ترتيبه هو اللي بيسمح له انه يخش. آه. لان يعني الطبيعي ان الثلاثة الاوائل على مصر في الترتيب بيخش المنتخب اوتوماتيك، بيخشوا على طول، انما الثالث الرابع والخامس من حق المدير الفني ان هو يقدر يلعب في الحته دي، ان انا شايف ان كابتن خالد فنيا اعلى من صاد، فانا ممكن افضل ان انا اخد كابتن خالد وما اخدش صاد لان انا شايف ان هو فني افضل. اه طيب، صاله التنس طاوله اللي اتعملت في النادي الاهلي دي، يعني انا كنت حاضر وقتها في صاله صغيره، وصاله التنس طاوله دي يعني من عشرتي عارف ان الصاله دي هي مصدر البطولات تقريبا او اكتر بطولات بتعمل على الصاله دي، الكلام ده صح؟ صاله راتب؟ صاله الاهلي، صاله الاهلي في مدينه نصر. مدينه نصر. اه بياخدوها كتير. بص اقول لحضرتك حاجه، فضل. هو يعني اكتر صاله فيها تمرين في مصر تنس طاوله صاله النادي الاهلي. كعدد طاولات مش موجود في مهول، مش موجود في اي حته في مصر. ايوه. حتى الخبراء الاجانب لما بييجوا يتفرجوا على الصاله ويتفرجوا على الامكانيات اللي عندنا بينبهروا بيها، ارضيه وترابيزات واضاءه وتكييف هل من واقع وجودك في النادي الاهلي هل انت محتاج صاله تانية لفرقه التنس طاوله؟ والله صراحة. محتاج بصراحه، محتاج. اه بصراحه انا شايف ان المساحه ممكن تكون المساحه كبيره، اه بس برضو عدد اللاعبين برضو في اقبال جامد من اعضاء النادي. بالظبط كده، في اخبار. قلنا عندنا قد ايه تقريبا في اكاديميه النادي الاهلي في السن الصغير؟ حوالي اكتر من 80 لعيب. 80 لعيب مع العلم. أوه. ان احنا بنقبل وما بنقبلش عشان المساحات والوقت، عشان لا عشان السن وان احنا شايفين ان هو مش ما ينفعش في الصور. اه يعني بيبقى لينا رؤيه في استقبال الناشئين. يعني في استقبال الناشئ حضرتك بتشوف هل هو يقدر يروح في السكه دي بتاعت التنس طاوله او لا. وبحاول ان انا كمان اقول لولي الامر ان ابنك هيقدر يكون لعيب كويس بعد كده او مش هيقدر يكون كويس، وادي الحريه لولي الامر ان هو يستمر ويشترك في الاكاديميه او ما يشتركش، بس هيبقى عارف ان هو هيبقى ابنه هينفع في التنس طاوله او هيبقى الموضوع صعب كبطوله. حضرتك عارف ان النادي الاهلي بيلعب على البطوله، فاحنا لما بننتج لعيب على مستوى البطوله في مصر. فعشان كده بنحاول ان احنا نعرف ولي الامر الظروف هتمشي ازاي. هاخدك في حته بس ما تضحكش، مشاكل اولياء الامور والضغط على الادارات الفنيه او الضغط على المدربين، ولازم نتكلم بصراحه فيها. يعني خلينا نقول احنا ايوه طبعا، لكن هل في مشاكل بتبقى اولياء الامور عندك في مشاكل؟ طبعا طبعا بيبقى في مشاكل اولياء الامور، لان بعض اولياء الامور بيبص لابنه على انه هو افضل شيء في الدنيا وهو احسن واحد في الدنيا. انا ابني عندي احسن حاجه. بالظبط كده. انما هو لازم يعرف، ودي اللي انا بحاول ان انا اقولها لهم كتير، ان احنا بندير فرقه. تمام. ما ينفعش الموضوع يمشي بحب وكره. فانا بحاول ان انا اعمل لائحه امشي بيها كويس، وكل يبقى عارفها، كل اولياء الامور يبقى عارفينها، بحيث ان هو يبقى اما يجي يتكلم انا عايز ابني يبقى كذا، يبقى هو فاهم ان الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش. فما برد عليه بقول له بناء على اللائحه ابنك ترتيبه مثلا نمره 10 على مصر، فبالتالي ما ينفعش اقدر اصعده للمستوى الاعلى، لان احنا عندنا لائحه مثلا من 8 الاوائل على مصر ممكن يتمرنوا مع الفريق الاعلى عشان المستوى يزيد والدنيا تتقدم معاه. فاما يجي يبقى عارف ان ابنه نمره 10 يبقى عارف ان هو ما تنطبقش عليه موضوع التصعيد ده، ما يجيش يطلب. طيب هنروح في نقطه ثانيه، انا طبعا عارف ان في شكل اولياء امور كتيره، بس لازم برضه هم نشكرهم لانه برضه اكيد بيتعبوا مع اولادهم كتير، اكيد اللي بيحصل الكلام ده ولا ايه؟ هم طبعا ليهم جزء كبير وفضل كبير من النتائج اللي بتحصل في النادي، ان هم اللي بيتعبوا وهم اللي بيبذلوا مجهود. اه مش مجهود فني، بيبذلوا مجهود اداري، يعتبر اداري. سالني ولي امر بروح اوصل رايح جاي كل يوم، مفيش مشكله. كلنا بنشتغل موضوع التوصيل ده. طيب استعداداتنا للدوري العام وكاس مصر. الدوري عندنا بيبدا في شهر 6 شهر 10 ان شاء الله. احنا شغالين في الامور، وهنرجع من الصين نبتدي نخش في الماتشات الاولى، لان الدوري العام عندنا بينطبق بيبتدي الاول بمجاميع في الاول، وبعد كده بنخش في دورات مجمعه. فهنرجع من الصين ان شاء الله نخش في الدوري المجاميع، وتقريبا في بطوله جمهوريه رجال وسيدات شهر 9 في راس البر، وبعد كده بقى ان شاء الله نخش في الانديه العربيه والاستعداد. هنقول اسماء صغيره. هنا ايمن
يعني فلتة من فلتات تنس الطاولة في مصر. تمام. طلعت الثانية على العالم في بطولة الأمل. بطولة الأمل ديت إن هم بيجيبوا اللعيبة الصغيرين اللي في العالم كله اللي فيه أمل منهم إن هم يبقوا حاجة كويسة مستقبلا. وراحت لعبت في أسبانيا ولسه راجع من كام يوم. طلعت الثانية على العالم في البطولة ديت وكان معها كابتن هشام إسماعيل مدرب فريق 15 سنة عندنا. دي من عندنا من نادي. عندنا بنت النادي من المدارس لغاية دلوقتي. طيب سؤال مهم، هم بيروحوا ازاي بطولة الأمل؟ يعني اشمعنى هنا اللي راح بطولة الأمل؟ اشمعنى مش حد تاني؟ بتبقى بطلة في مصر. كويس. وسنها يسمح ان هي تخش في البطولة بتاعة الأمل. هرجع تاني على الرانكينج، يعني الرانكينج بتاعها هو رقم واحد في أول. بالظبط. واخدنا. وسنها السن يسمح ان هي تخش في الهوبس العالمي. في الأمل العالمي. قول لي كابتن أشرف عبد الفتاح شايف مستقبل تنس الطاولة ازاي؟ مستقبل أو تاريخ مشرق جدا، مستقبلنا رايح فين؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا اخر لعيب اشتريناه من بره النادي الاهلي سيد لاشين واحمد نديم من 16 17 سنه. لا مش مصدق يعني كتير حقيقة. دي حقيقه طبعا. حقيقة. بضحك مع حضرتك يعني. ممكن يجي لنا ناس من بره بس بناء على طلبهم هم. هم اللي بيبقوا طالبين ان هم يجوا النادي الاهلي، انما احنا اخر لعيبه اشتريناهم ونقلناهم من بره الاهلي للاهلي كان من 16 17 سنه. يعني كل الابطال اللي موجودين حاليا كلهم اولاد النادي، طالعين من مدارس النادي. من مدارس النادي. مدارس النادي. دي حاجه كويسه جدا لاعضاء النادي ان هم يروحوا مدرسه تنس طاوله، حاجه بتقول ان هي بداياتهم بتكونوا في انتقاء للاعبين، واولادنا بيطلعوا الابطال لغايه ابطال عالم يعني. بالظبط بالظبط الحمد لله. طيب بعد كل ده وكل التعب ده، لكن لازم نقول حاجه مهمه قوي، ان مجلس اداره بالنسبه للكابتن اشرف عبد الفتاح بيعمل ايه معايا؟ مجلس الاداره ما فيش طلب احنا بنطلبه بيبقى بيتاخر علينا. كل طلباتنا واحتياجاتنا اللي تساعد على زياده المستوى الفني مجلس الاداره ما بيتاخرش علينا نهائي خالص. طبعا احنا بنقدم لهم الشكر طبعا وعلى مجهودهم معانا وتعبهم معانا. يعني التنس طاوله في النادي الاهلي الحمد لله الحمد لله، اكيد بيحصل فيه مشاكل واكيد المشاكل دي بتعالج في اداره النشاط الرياضي، لكن مفيش مشاكل عند حضرتك مهمه او مشاكل قويه ما بتتحلش؟ لا كل حاجه بتتحل، انا بس عندي مشكله واحده بس ان عدد الولاد اللي بيتقدموا لاكاديميه النادي الاهلي قليل. قليل. هي دي البنات اكتر كتير. فهي دي بس المشكله الوحيده اللي عندي. كابتن اشرف اسئله سريعه جدا وحضرتك لعيب، بس هنرجع بس بالزمن شويه. الاسره عند حضرتك تقول لهم ايه بعد كل التاريخ الحافل ده؟ اكيد مش قاعد في البيت انت، يعني اسالنا انا اكيد انت مش قاعد في بيتك، فالاسره معاك بتقول لهم ايه النهارده؟ يعني طبعا انا بشكرهم على ان هم مستحملني ومستحملين التعب والمجهود اللي بيتم في الشغل في النادي، و مش عارف امتى هكون فاضل. بس انا الحمد لله السنه دي الحمد لله انا عندي انهيت الفتره التعليميه في حياه ولادي. عندي نوره اتخرجت السنه اللي فاتت، ساره اتخرجت السنه دي، وخلصنا الموضوع التعليمي، دخلنا بقى في المرحله الثانيه. دخلنا مرحله ثانيه شغل وجواز وحاجات كده. بص يا كابتن اشرف انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اي واحد قابلته هنا رياضه دايما بيشكر اسرته ان هو مش متواجد. فانا بس عايز اقول للجماهير ان الناس كلها اذا كان مديرين فنيين اذا كان لعيبه مش متواجدين عشان خاطر اسعاد الجماهير. طبعا دي حقيقه. طبعا. تقول ايه جماهير النادي الاهلي؟ جماهير النادي الاهلي طبعا كالعاده واقفه في ظهر كل الفرق مش تنس الطاوله بس. طبعا احنا بنشكرهم على تعبهم وحبهم للنادي ودفعهم لكل الفرق مش تنس الطاوله برضه، لكل الفرق الامام، وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نبقى على طول في قمه زي ما احنا عودناهم دايما. كابتن اشرف فتاح نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا كابتن خالد. وفي نهايه لقائنا النهارده مع كابتن اشرف فتاح وانجازات وبطولات وتاريخ كبير في النادي الاهلي، هنخرج لجماهير النادي الاهلي ونشوف هيقولوا ايه عن النادي الاهلي. شكرا والى اللقاء. بيمثل لي متعه ما كنا مرهق من شغل او كذا، برجع اتفرج على النادي الاهلي برتاح نفسيا. اكيد طبعا بيبقى فيه امور بتريح الواحد نفسيا لما بيسمع الماتشات او بيسمع الجماعه المحللين
هو ده اللي بيحصل يعني. انا بالنسبه لي انا النادي الاهلي ده حاجه يعني مش قادر اقول لحضرتك حاجه جامده جامده جامده. بتمثل لي حاجات كتير جدا يعني. طبعا انا ابني موجود في المكان هنا. لا ابني اتعلم حاجات كتير جدا. ابني بقى راجل بدري. فدي من اساسيات المكان هنا يعني، ان انت بتتعلم حاجات مش موجوده في اي مكان تاني خالص في الرياضه عموما يعني. بيمثل حاجات كتيره جدا، بيمثل الرياضه، بيمثل القيم والمبادئ، بيمثل الاخلاقيات. يعني لما تلاقي لعيب اسمه كبير قوي على مستوى جمهوريه مصر وهو بيلعب في الفريق القومي و لما بيغلط في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيعاقبه عقاب وعقاب مرير. مش عشان هو لعيب كبير يبقى يغلط، مش عشان هو في النادي الاهلي يبقى يغلط، لا. هو نادي القيم والمبادئ قبل ان يكون نادي الرياضه. كل حاجه، لان احنا اعضاء قدام فيه وارثينه عن ابهاتنا وكده، فانا طبعا بالنسبه لي كل حاجه الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيمثل مش ليا لوحدي، كمان لكل جمهور النادي الاهلي. هو رقم واحد في حبه وفي انتمائنا للنادي وانتمائنا لفرقه النادي. وطبعا بنتمنى ان احنا يعني نتمنى ان دايما الاهلي يبقى يعني في مستوى عالي ودايما يعني في المقدمه ان شاء الله. رقم واحد الاهلي شيء عظيم، كفايه ان انت تكون من جمهور النادي الاهلي.